النيابة العامة تعين موقع الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى المخابرات الحربية بالشرقية وأوقع 5 مصابين. هدوء حذر بمحيط المدينة الجامعية بالأزهر بعد اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب من جماعة الإخوان الإرهابية. الرئيس منصور يأكد التزام الرئاسة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 6 أشهر من إقرار الدستور. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة من النيل، والبداية مع الشأن المحلي. شكلت نيابة جنوب الشرقية فريقا من نيابة بلبيس بالانتقال لمعاينة آثار التفجير الذي استهدف مبنى للمخابرات الحربية بمدينة أنشاص والذي أسفر عن إصابة 4 جنود ومدنية. يأتي هذا بينما نظم الآلاف من أهالي قرية أنشاص الرمل مركز بلبيس بالشرقية مسيرة حاشدة اليوم للتنديد بالعملية الإرهابية الخسيسة على خلفية تفجير مبنى المخابرات الحربية. تزايد ملحوظ في أعمال العنف واستهداف لقوات الأمن مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد منتصف يناير المقبل. هنا في قرية أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية استهدفت سيارة مفخخة مقر المخابرات الحربية أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بينهم 4 من الجنود المكلفين بحماية المقر بالإضافة إلى تدمير أجزاء منها. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية التفجير، لكن المتحدث باسم المجلس العسكري قال إن الحادثة تأتي في إطار العمليات الإرهابية الجبانة التي تنتهجها جماعات ظلام والفتنة ضد أبناء الشعب المصري والمنشآت العسكرية والأهداف الحيوية بالدولة. ويأتي تفجير مقر المخابرات بإنشاص الرمل في أقل من أسبوع على تفجير مقر مديرية أمن الدقهلية والذي أسفر عن استشهاد 16 شخصا وإصابة العشرات، وهو التفجير الذي أعلنت بعده الحكومة جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. وعقب تفجير الدقهلية أعلنت السلطات إبطال مفعول عدة قنابل أخرى محلية الصنع عثرت عليها الشرطة في مناطق مختلفة في مدينة نصر وكفر الشيخ ودمياط. ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في يوليو الماضي استشهد أكثر من 300 فرد من قوات الجيش والشرطة في أعمال عنف ومواجهات مسلحة معظمها في شمال سيناء. وتقول الحكومة إن مثل هذه الأعمال لن تعيق خطوات تحقيق خريطة المستقبل وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على دستور البلاد الذي يعول عليه كثيرون في أن يكون بداية النهاية للمرحلة الانتقالية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف اللواء دكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني. يعني سيادة اللواء، بعد الترحيب بك، تفجير آخر الوقع اليوم في أنشاص بعد أقل من أسبوع من استهداف مديرية أمن الدقهلية، بداية كيف قرأت هذا التفجير، التوقيت وأيضا المبنى المستهدف؟ مساء الخير حياتك والساده المشاهدين. هو بلا شك ان الجماعات الارهابيه بتحاول تصعد في المرحله الحاليه عشان ترهب الشعب المصري، وبتستهدف المنشات الاكثر تامينا زي اجهزه المخابرات واجهزه الشرطه عشان تشعر المواطن ان عن لديها القدره على تحقيق هذه الاهداف. احنا عايزين نقول ان مش معنى ان حصل انفجار ان ده نجاح ليهم، ولكن بالعكس ده بيثبت الخصه اللي بتستخدمها القطاعات الارهابيه في عمليات بتاعتهم، وبيؤكد ان احنا كجهاز امن علينا ان احنا نعلي من الاجراءات الامنيه بتاعتنا وان احنا نحترف اكثر من اللي موجود في الوقت الحالي. وفي نفس الوقت احنا كلنا كنا عارفين ان ده هيحصل، ويمكن نجاحهم في اختراق مكان معين مش معناه ان هو اخترق جميع الاجهزه، لان في عندنا اجهزه الامن والقوات المسلحه منتشره على مستوى الجمهوريه. صحيح. كون ان يحصل اختراق في جهاز واحد ويتم تفجير جزء منه ده مش معناه فشل، ولكن بيؤكد ان احنا علينا ان احنا نستمر في المجهود بتاعنا. صحيح. طب سياده اللواء، يعني منذ اقل من اسبوع ايضا كان عقب تفجير مديريه امن الدقهليه جاء اعلان مجلس الوزراء باعتبار جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه، يعني هذا يعتبر التصعيد في التوصيف، هل قابله من وجهه نظرك وتماشى معاه تصعيد ايضا في الاليات لانفاذ هذا القرار على الارض؟ لا للاسف انا بعتقد ان احنا لسه محتاجين كاجراءات قانونيه، محتاجين اجراءات كثير قانونيه وتعديلات تشريعيه. يمكن النهارده طلع تصريحات مجلس الوزراء انه لن يتم
العمل على قانون جديد للإرهاب. وأنا شايف إن إحنا بنكتفي بالمادة 36 وكرر المبادرة العادية في قانون العقوبات المصري، ولكن محتاجين بعض التعديلات في تجريم ما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، لأن قرار اللي طلع من مجلس الوزراء ده مجرد بيان إداري محتاج كتير من العمل على الأرض عشان نقدر نجرم الأفعال اللي بتتسب للتنظيم نفسه، ولكن فعل التنظيم للعمليات الإرهابية هي مجرمة فعلا في قانون العقوبات المصري والقضاء يحتموا موقف بالتعاون مع الصوت المسلح. ولكن بيبقى جزء مهم جدا لازم نشير إليه، إن إحنا ما نحسش بالعجز قدام الأجهزة القطاعات الإرهابية اللي بتعمله في مصر، لأن في الآخر إحنا عارفين إن هم بيصعدوا قبل عملية الاستحقاق الدستوري وعملية الاستحقاق الدستوري عشان خاطر يرهبوا الشعب المصري. ده حقيقي هو نعم، وعلينا أن يكون في المقابل آليات وخطوات لضحض هذه المحاولات. اللواء دكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني، شكرا جزيلا لك. هذا وقد أبطلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط مفعولة قنبلة يدوية تم وضعها بجانب كلية طب الأزهر بمدينة دمياط الجديدة. كانت قوات الأمن بالمحافظة قد توجهت إلى المكان فور تلقيها إخطارا بوجود جسم غريب بجانب الكلية، وقامت بإبطال مفعول القنبلة، ولم يؤثر ذلك على سير الامتحانات التي جرت بشكل طبيعي بالكليات التابعة لجامعة الأزهر. هذا وقد نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ما بثته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حول التحقيق مع عدد من القيادات والضباط بمديرية أمن الداخلية، وذلك لمغادرتهم المبنى مبنى المديرية قبل وقوع التفجير الذي شهده محيط مديرية الأمن. وأكد المصدر في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية عدم صحة ما جاء بالخبر جملة وتفصيلا، كما أكد على عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول انعقاد اجتماع أمني داخل المديرية تزامنا مع وقوع الانفجار. كشف رئيس الإدارة المركزية للأمن بجامعة الأزهر العميد محمود صبيحة عن إبطال مفعول قنبلتين بدائتي الصنعة بجوار كلية الطب، بينما يشهد محيط المدينة الجامعية حالة من الهدوء الحذر بعد مناوشات واشتباكات مع الأمن. وفي جامعة القاهرة نظم طلاب جامعة الإخوان الإرهابية تظاهرات اعتراضا على قرار الحكومة بالسماح لقوات الشرطة بالتواجد داخل الحرم الجامعي. لعل السياسة امتزجت بالدراسة هذا العام على وقع التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف وشغب وحرق وتدمير، وربما بات هذا المشهد هو المسيطر على مختلف الجامعات، وإن ظلت جامعة الأزهر هي الأكثر سخونة، خاصة وأن الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابية يحاولون تعطيل الدراسة والامتحانات. ولا تكاد تتوقف الاشتباكات هذه الأيام بين طلاب جماعة الإخوان الإرهابية وبين قوات الأمن المتواجدة أمام المدخل الرئيسي للمدينة الجامعية بالأزهر. وكانت قوات الأمن قد دخلت في وقت سابق المدينة الجامعية للسيطرة على الأوضاع الأمنية بها ومنع بعض نزلائها من إلقاء الحجارة والشماريخ على قوات الأمن بالكليات المجاورة لمبنى المدينة. أما المسؤولون عن الجامعة فيؤكدون أن هذه الأعمال لن تؤثر على العملية الدراسية ولا على سير الامتحانات. وفي جامعة القاهرة أيضا لم يخفت صوت المظاهرات بعد، حيث نظم العشرة من طلاب جامعة الإخوان الإرهابية تظاهرات أمام كلية دار العلوم اعتراضا على قرار الحكومة السماح لقوات الشرطة بالتواجد داخل الحرم الجامعي لتأمين أعمال الامتحانات. وردد الطلاب هتافات مناهضة للجيش والشرطة وأخرى ضد إدارة الجامعة، بيد أن هذه المظاهرات لم تمنع استمرار الامتحانات في الجامعة التي تأتي وسط إجراءات أمنية مشددة من الأمن الإداري. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف العميد محمود صبيحة رئيس الإدارة المركزية للأمن بجامعة الأزهر. تحياتي لك أو سيادة العميد، يعني كيف هو الوضع الأمني الآن عقب إبطال مفعول قنبلتين بدأت هي الصنع اليوم بجوار كلية الطب؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تفضل. معلش اسمح لي أصحح إن هي كانت في محيط كلية التجارة قنبلتين بداية الصنع تم ضبطهم من قبل قوات الأمن. فين يا فندم على وجه التحديد؟ إيه يا فندم؟ فين بالظبط يا فندم مكان القنبلتين؟ بجوار كلية التجارة. بجوار كلية التجارة بنين. اتفضل يا فندم. بالنسبة لتعاصر الامتحانات الحمد لله جميع كليات جامعة الأزهر على مستوى جبحر وإدلي والقاهرة تمت بدون أي مشاكل، وكان تواجد أقل نسبة لا تقل عن 5% على مستوى كليات الأزهر بالكامل. نعم. نسبة التواجد كانت نسبة كثيفة جدا، وكان بعض الكليات نسبة التواجد فيها أكثر من 97 و 98%،
والامتحانات عدت بشكل يعني اكثر انتظاما وليس لتواجد الامن بس ولكن من اصرار من جميع طلبه الازهر الملتزمين وتبقى حد على الطرف العسكري محترم ملتزم. سيادة العميد يعني بنتكلم طب في شق آخر يا فندم، وكلية الهندسة النهاردة الهندسة بنات يعني تم تقطيع وتمزيق الإجابات أوراق الإجابات وكذلك الكشوف الخاصة بهم، الجديد والتعامل في هذا الشأن يا فندم؟ أنا حصل حد وكلية التجارة برضو في بداية الأمر التجارة برضو بنين عملوا نفس الإجراء، حبوا يعملوا نفس الإجراء برضو بعض الطلبة اللي هم يشيروا الشغل حبوا يعملوا نفس القصة، وكلية الهندسة نفس الموال، إنما الحمد لله إدارة الكلية هنا أو هنا تدرجت الموقف بسرعة جدا وتم استكمال الامتحانات وتمت الامتحانات في كل الكليات. تم التعامل في بعض الطالبات وبعض الطلبة حطوا بعض الأوراق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة الطلابية من قبل إدارة كل كلية بالنسبة للطلبة. أما التدخل مننا أو تدخل قوات الشرطة هو كان ضد الطالب اللي بيصير عملية شغب أو إرهاب أو ترعيب أو محاولة تعطيل الدراسة أو الامتحانات لبقية الطلبة اللي هم جايين إن شاء الله يمتحنوا الامتحانات وما يضيعوش مجهود السنة بتاعتهم وربنا يوفقهم.